السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم حبيت ندير معاكم شطيطه بطاطا بالسلق. هاي جايز، today I want to do a potatoes with spinach and eggs. واش نسحقو؟ نسحقو السلق، نسحقو البطاطا، الثوم، طماطيش مصبرة، زوج حبات بيض، و بور لي زيبيس نسحقو فلفل أسود، الكمون، والفلفل العكري، الملح والزيت. What do we need? We need potatoes, spinach, garlic, 2 eggs, tomato puree, and for the spices we need black pepper, paprika and cumin, and we need oil and salt. As you can see, put some oil. I added the garlic and the tomato puree. And you can put your food, the zit, the tom, the more of the tomato is ودوكا حطيت البطاطا هذيك كيفاش كشتوها كيفاش قطعتها. ودوكا حطيت لي زيبيس تاعي. I added potato and the spices. خليها تجمر هكا واحد 5 دقائق هكذاك، ومن بعد نمرقها بالماء. Now I added some water. يعني مرقتها هكذا بالماء، دوك نغطيها ونخليها طيب. Now I leave it to cook. Now my potatoes is cooked. I'm going to add the spinach. كل بطاطا تاعي طابت، نحط هذاك السلق، السلق تاعي راه طايب. نخليها واحد 5 دقائق هكذاك. بعد ما طاب هذاك السلق دوك انا حطيت زوج حبات بيض من الفوق. When the spinach and the potato are cooked, I just add the eggs, 2 eggs. هاي لي كيفاش جات ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. نقولكم بقاو على خير، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. سلام، باي جايز، سي يو نيكست تايم.